ليلها كنهارها مع نهى سعدي والأستاذة اعتدال إدريس. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برنامج ليلها كنهارها، أستاذ اعتدال إدريس وأنا معكم نهى سعدي، بنكون معكم يوميا خلال شهر رمضان. اليوم مميز إن شاء الله، وإن شاء الله يكون وصلكم وموجودين في هذا اليوم بصحة وسلام وسعادة وهنا. اليوم انتصف شهر رمضان المبارك، الله يبارك لنا في بقية إن شاء الله وكل السنة وكل أيامكم بإذن الله. نرحب فيكم وحنستكمل معكم، لكن نرحب في أستاذ اعتدال أول شيء. أهلا وسهلا فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم يا رب، وخلاص يعني كلها كم يوم وتدخل العشر الأواخر. نسأل الله القبول. وبعدين يعني أنا متأكد أنه إحنا ما حمدينا ترى نغلق كل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بس أنا متعنية أني أحكي بالتفصيل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي موجودة عندنا. لو في حاجة حلو أنه هي يتسلط عليها الضوء. نعم. لأنه قريبة من حياتنا وقريبة. نعم. من يومنا، ونحتاج أنه إحنا نرجع ونعيشها ونشوفها. نعم. فلا بالعكس يعني أبغى بالتفصيل إنه إحنا نقعد. أيوة. نشوف حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف الحياة اللي عاشها، وما مدانا نخلصها إذا الله أحيانا وعطانا عمر السنة اللي بعدها يكون في هذا، يعني إن شاء الله بإذن الله ربي ما يحرمنا منكم يا رب إن شاء الله، ولا يحرمنا من الأجر، ويكتب لنا ولكم الأجر والصدق والإخلاص. في الحلقة الماضية كنا بنتكلم إنه الرسول صلى الله عليه وسلم راعى الغنم لأنه قال أنا أبغى أشتغل. طب إيش الحكمة؟ ليش الحكمة من أنه الرسول صلى الله عليه وسلم راعى الغنم وهو صغير؟ أبسط شيء أبسط شيء، الغنم سبحان الله العظيم، راعي الغنم يحتاج عنده مهارات إنها تكون إنه ينتبه لهذا وينتبه لدي ويبدأ يضمهم ملاحظة. نعم، هذا هذه كلها كانت تهيئة للرسول صلى الله عليه وسلم إنه أنت حتقود بعد كده أمة. يعني في مقولة ويجب أن احنا ننتبه لها يا جماعة، هذه المقولة خاطئة جدا جدا، وناس كثير للأسف بصف يقولها. المقولة دي إنه محمد صلى الله عليه وسلم عبقري، وهذه مقولة خاطئة إنه إحنا نقول عبقري. إيش معنى كلمة عبقري؟ يعني بلغ به الذكاء إنه يتصرف كل أمر بعبقرية ونبوغ وهذا. فالكلمة هذه ناس كثير أنبسطوا بيها، وناس كثير بيقول لك صلى الله عليه وسلم عبقري عبقري. الكلمة هذه خاطئة إنه إحنا نقولها. ليه؟ لأنه كأنه معناته إنه الرسالة اللي عند الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة الإسلام هي نتاج لعبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من الله سبحانه وتعالى، إنه وحي من الله. فهذا الأمر خاطئ. هو صلى الله عليه وسلم نعم عنده من سرعة البديهة وعنده من الذكاء وعنده، ولكن لا نستطيع أن نقول عليه عبقري ونؤكد على أنه عبقري عبقري. طب حتى في الأمور مثلا الجيش، في بعض يعني في غزوة بدر حناخدها بعدين بإذن الله الرحمن الرحيم، لما قال له هذا منزل أنزلك الله إياه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال هو الرأي والحرب والمكيدة. ليه؟ إذن هو ما هو نتاج عبقرية، هو إلهام من الله وتوفيق من الله. فالرسالة الحلال والحرام والرسالة كلها ليست نتاج عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هي وحي من الله سبحانه وتعالى. فنأكد على أن الرسالة هي وحي من الله وليست نتيجة عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما الله سبحانه وتعالى بيربيه الآن بيحط فيه الصفات اللي تهيئه وتؤهله لكي يكون نبيا ورسولا ويتحمل ما لا يتحمله أي إنسان، لأنه ما في إنسان يتحمل اللي تحمله الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ما حد يتحمله أبدا، ولا حد يقدر يقول. أنت لو شويتين طفشت من المجموعة اللي معاك تقولي والله عساكم ما سويتم مشروع، روحوا عن سماية، حلوا عن سماية، لو بزورتك حلوا روحوا في الغرفة هناك. الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى خلاه يربي إنه يرعى الغنم. ليش؟ لأنه أفضل شيء إنه هو يتعلم الصبر. هناك اللي بده يرعى الغنم فين حيروح يرعى الغنم؟ ما حيرعاهم في وسط المدينة، حيخرج في البر، حيخرج فين؟ عند الصحراء. فالصحراء سبحان الله تعطي للإنسان فرصة للتأمل، تعطي له فرصة إلى إيش؟ إلى هدوء النفس، ما في عصبية. أنتوا لاحظوا دحين لما أنتوا قاعدين الحياة جري 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 ورا. نعم. بعض، وتلاقي نفسك معصب، وتلاقي نفسك أنت أبسط شيء تشوفيهم لما في السيارات داخل سقط على ده ينزل اثنين يتقاتلوا الضار، ودحين رمضان الله يرضى عليكم حاولوا تمسكوا أعصابكم، خصوصا اللي بيدخن واللي ما أدري إيه وأنا عارفة إيه. لما تخرجوا في الصحراء
الهواء حق الصحراء والهواء حق البر اللي احنا بنسميه البر. ليش الناس بيروحوا في الوقت في الأوقات الجميلة في البر وهذا؟ أيوة المنظر الواسع اللي قدامكم، الهدوء السكينة يعطيكم للهدوء والسكينة في نفسكم. هذه الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يربى فيها. هذا أول يعني شيء من الحكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم رعى الغنم. من الحكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، خير مال العبد ما اكتسبه بيده. خير مال العبد ما اكتسبه بيده. ليه؟ علشان لما يكبر ما حد يقدر يقول له والله انت قاعد رمة وعالة على التانين، هم اللي أكلوك وهم اللي شربوك. طيب فلما الإنسان يشتغل بنفسه خير مال العبد ما اكتسبه بيده، ما يكون لي أحد له فضل ولا منه يقول له والله أنا اللي أكلتك وأنا اللي شربتك وأنا اللي خليتك رجال زي كده تصير. الله. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل ليه؟ بعرق جبينه، اشتغل بتعبه. فهو عشان كده أبسط واحد، الحين تخيلي أنت واحد ورث فلوس، طيب ورث ورثة، والتاني اشتغل الثروة حقته، أيهما اللي بيحافظ على الثروة حقته وأيهما اللي يحترم أكثر؟ من تعب في ثروته. طبعا. أما اللي ورثها يقول لك مال جاب بلا تعب، حيروح بلا تعب، حيروح من غير ما يتعب فيه. إلا إذا حافظ عليها واشتغل عليها. إذا حافظ يعني. نعم إذا حافظ عليها. فطبعا هو اللي أخذ الثروة حقته بورثة بإرث، طيب وحافظ عليها ونمها، هو تعب فيها، ما حيبعزقها على الفاضي، لأنه حيحافظ عليها حيتعب فيها. أما اللي أخذها بدون تعب بعزقها، ما تعب فيها بعزقها، انتهى موضوعه. لكن حتى اللي بيكون الإنسان يشتغل بتعب جبينه وبعرق جبينه طيب وبتعب يده، فسبحان العظيم يحترم هذا الإنسان. فكان إيش عمل الرسول صلى الله عليه وسلم لما صار عمره 25 سنة؟ شوف من 15 إلى 25 سنة، هو 10 سنوات هو يشتغل صلى الله عليه وسلم في رعي الغنم. صار عمره 25 سنة بدأ يدخل التجارة، إذن جرب رعي الغنم والآن يجرب التجارة. التجارة كانت قريش كلها بالتاجر، مثلا أنت عندك فلوس يعطي له هذا، زي دحين احنا مثلا يعطوك فلوس تتاجري له فيها، حطي له في المحافظ، ما أنا عارفة هذا شيء. كانت قريش كده، اللي يكون عنده فلوس في القافلة يقوم يعطوا له فلوس، فلوسهم يروح تاجر فيها، يشتري بضايع من الشام ويجي يبيعها في مكة، ويروح اليمن يشتري بضايع، وهكذا صارت التبادل. مين في؟ كانت في خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد كانت من يعني زي ما تقولوا إيش، من أشرف النساء نسبا وأغناهم مالا في قريش. كانت متزوجة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم اثنين وماتوا عنها. طيب وعندها أولاد من أزواجها السابقين، يعني عندها أبناء. فكانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال، كانت تستأجر الرجال وتخليهم، تقول له تأخذ لك أنت نسبة، اللي سميها إحنا في الشريعة المضاربة، اللي هو المضاربة مش المضاربة المشاكلة، في الاقتصاد يسمى المضاربة بالمال، إنه هو إنه يدخل أنت بجهد وأنا بالمال وأشغل لك هي ولية منها مبلغ، هذه اسمها المضاربة. فهنا خديجة رضي الله عنها استأجرت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له لك جزء من الربح أنت، وأنت اشتغل لي. فراح الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام هناك، وكان معاه غلامها يعني غلامها ميسرة، فربح في التجارة 3 أضعاف اللي كان دائما تجيها الربح فيها. لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة، غلامها ميسرة أخبرها عن شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، أدبني ربي فأحسن تأديبي وإنك لعلى خلق عظيم. فكان تأديب الله سبحانه وتعالى لا. فقال لها كيف صدقه، كيف أمانته، كيف رجاحة عقله، كيف شمائله، كيف تعامله مع الناس. فهنا خديجة رضي الله عنها أعجبت بالرسول صلى الله عليه وسلم وقالت ليش ما تتزوجه، مع أن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان 25 سنة وهي عمرها 40 سنة، يعني أكبر منه ب15 سنة. لكن في ذاك الوقت لم يكن يفرق هذا الأمر، ولم يكن يكون له أمر يعني له قيمة. طيب كيف تقول له؟ ففي عندها صديقة اسمها نفيسة بنت منية. هذه نفيسة قالت لها روحي فاتحي محمد صلى الله عليه وسلم إنه يتزوج خديجة. يعني هي دحين الناس يقول لك عرضت نفسها علي. ايوه هي ما راحت قالت له اتزوجني يا محمد. يعني الواحد سبحان الله العظيم مهما كان فيه حياء في هذا، لكن ما يمنع انه تلميح
تلميح انه مثلا يعني زي مثلا زي دحين اب يبغى شاف انسان طيب هذا يجي يقول له والله ايش رايك، يخلي احد يقول له ترى والله هو عنده بنت طيبه ايش رايك تتزوج بنته، حيوافق ايوه حيوافق، يكلم ده مش يجي يقول له والله ايش رايك انت تتزوجني. يعني الكلام هذا مفهوم خاطئ. لما نحن نقول عرضت نفسها عليه وقعدت عندنا ثابته في مخنا انه خديجه راحت قالت له اتزوجني، هي ما راحت قالت له، هي صديقتها يعني كلمت صديقتها، صديقتها راحت قالت له ليش ما تتزوج، فقال لها ما عندي مال، ما عندي مال، فقالت له في عندك صاحبة المال، وقال لها مين ترضى بي، فقالت له أنا أعرف خديجة بنت خويلد صاحبة مال وصاحبة جاه ولا يهمها إلا الإنسان اللي هو وقد رأت من أخلاقك ومن كرمك، أنت قدم وما حيجرى شيء. فهنا راح الرسول صلى الله عليه وسلم كلم أعمامه فراحوا لعم خديجة رضي الله عنها وخطبوها من إيش من من عمهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فتم الزواج، حضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر بعد ما رجع من الشام بشهرين، أعطاها 20 الصداق حقها 20 بكرة، 20 بكرة يعني 20 ناقة، طيب أعطاها للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت أفضل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ثروة وعقلا ونسبا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها ولم يتزوج عليها أحدا حتى ماتت، يعني كان وفي صلى الله عليه وسلم في السن اللي هو سن الشباب. يعني لما ماتت الرسول صلى الله عليه وسلم جلست معاه، شوفوا كم قريب 25 سنة جلست معاه أو 35 سنة جلست معاه، طيب ما سبحان الله العظيم لم يتزوج عليها ولم يعني ولم ما قال عليها شيء، بل بالعكس يعني حنشوف بعدين كده في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجاته كيف كان حريص ووفي حتى بعد أن ماتت رضي الله عنها، كيف كان حريص على الناس اللي كانت تحبهم صلى الله عليه وسلم. ففترة الشباب عنده اللي هو نقول شباب وبده يدور على امرأة صغيرة كان صائنا نفسه لخديجة رضي الله عنها، يعني قاعد مع خديجة. بعد كده زواجه صلى الله عليه وسلم بالنساء الأخريات، طيب هذه كانت لكل زواجة لها حكمة من الحكم، ولم يكن به القصد ولا الغرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل يعني همه مزواج ولا همه النساء، وهذه من الشبهة التي تقال على الرسول صلى الله عليه وسلم ونرد عليها فيها بعد الفاصل. هنكمل معكم في برنامج ليلها كنهارها، خليكم على السمع ونطلع فاصلنا. ليلها كنهارها مع نهى سعدي والأستاذة اعتدال إدريس. يلا ومكملين معاكم، ورجعنا لكم بعد الفاصل في برنامج ليلها كنهارها، ونستكمل بعدين نرحب هذه المرة راح نسوي العكس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة أولاده كلهم من خديجة رضي الله عنها، ما عدا إبراهيم اللي هو من ماريا القبطية، أنجب منها صلى الله عليه وسلم اللي هو مين؟ القاسم، وبه يكنى بأبا القاسم، طيب، وزينب، زينب أكبر من رقية، وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله، عبد الله هو أصغر واحد. طيب فهذا عبد الله كان يلقب بالطيب أو الطاهر، كل أولاده ماتوا وهم صغار، يعني القاسم وعبد الله ماتوا وهم صغار، عبد الله مات وهو رضيع. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خديجة بعد كده بتقول له حن صدري له، يعني تعرف لما يكون إنسان يموت وهو رضيع، فمهما كان الأم يعني لا في يعني بيكون يعني الصدر ممتلئ بالحليب، فيعني ما في زي دحين مثلا أدوية أو حاجة، فتقول له حن صدري، فقال لها إن له في الجنة لمرضع، في مرضع في الجنة حتردعه، ولو شئت إن أنا أوريك هو عساس إنك أنت تطمني هذا، فقالت له أنا رضيت. فكلهم ماتوا هم صغار. إيش الحكمة؟ زي ما قلنا قبل كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أولاده ما تصير وراثة، ما تصير النبوة وراثة، ما يجي أحد يقول والله ابن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ابنه، هو حق أنه يصير نبي بعد أبوه، ما في ده. حتى أبناؤه كلهم عندكم، شوفوا زينب ورقية، أم كلثوم، طيب هدول الثلاثة شوفوا ما في من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم من أبنائه، ما عنده من أبنائه، يعني الذرية الآن اللي هم السادة والأشراف اللي هم من ذرية الحسن والحسين يرجع نسبهم لفين؟ ونرجع للرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق أمهم فاطمة رضي الله عنها، لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعناته أنه حتى للأبناء سبحان الله للبنات يعتبر ليهم نسب فيها. هذه ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم من الحسن والحسين، زينب ورقية وأم كلثوم، طيب هذول كلهم
حتى أبنائهم لمن أنجبوا انقطع ذريتهم، ما في يعني من ما في من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم غير من الحسن والحسين بس. فاطمة رضي الله عنها أنجبت أربعة. شوفوا أنجبت فاطمة، إحنا بس نعرف إن الحسن والحسين، لا جابت الحسن والحسين ومحسن وزينب. طيب زينب بنت ومحسن هذا مات وهو صغير. زينب هذه لما كان عمرها 9 سنوات أو شيء يعني شوية زيادة كده تزوجت مين؟ عمر بن الخطاب، وماتت ولم تنجب. فما حد أنجب غير الحسن والحسين فقط، هي دي من الذرية حقتهم، الباقين ما حد أنجب. رقية نفس الشيء، أم كلثوم نفس الشيء، زينب كلهم اللي حتى اللي أنجب منهم فترة وانقطع ذريتهم ما لهم ذرية. ما حد فيه يقدر يقول إنه من نسب الرسول صلى الله عليه وسلم غير من نسل الحسن والحسين فقط، هم هدول اللي من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا كلهم دولة، زينب، رقية، أم كلثوم، كلهم ماتوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني تخيلي شاف بناته وشاف أولاده قدامهم يموتوا، فاللي فقد ابن، اللي فقدت بنت، اللي فقدت ده، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أبناءه وبناته. طيب فما عاد هي فاطمة ماتت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ب6 شهور، هذه آخر واحدة خلاص ماتت. إبراهيم مات وهو عمره 1 سنة و8 شهور لمن بعدين في المدينة لمن من ماريا القبطية، فكلهم ماتوا أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن له إيش ذرية غير من حسن والحسين. عاش الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تعمل لسه ما بعث، هذا كله احنا بنتكلم عن حياته قبل البعثة، لأنه لازم نعرف ايش الأحداث المهمة. طبعا في أحداث تانية بس التاريخ بيحفظ لنا الأحداث المهمة اللي ليها أثر يعني في هذا. من ضمن الأحداث اللي حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عمره 35 سنة قبل البعثة ب5 سنوات، هو الرسول صلى الله عليه وسلم بعث وجاءته الرسالة وعمره 40 سنة، لكن قبل البعثة ب5 سنوات كانت في قضية حصلت وحادثة حصلت بينت رجاحة عقل الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم 35 سنة دحين قاعد معاهم، شوفوا القريش كلهم عارفين، في قريش كلها رجاحة عقل الرسول صلى الله عليه وسلم، صدقه، أمانته، أخلاقه انتشرت. سبحان الله العظيم يا جماعة، الأخلاق إلا ما تثبت نفسها، الفلوس عمرها ما تثبت نفسها، الشهادة حتى لو الإنسان عنده شهادة أو عنده شيء ما حتثبت نفسها سبحان الله العظيم إلا بالأخلاق. الأخلاق هي التي تثبت نفسها، الأخلاق في كل أمة من الأمم، أي حضارة بدون أخلاق حضارة حتنهار، أي شهادة بدون أخلاق حتنهار، أي قيمة أي عمل بدون أخلاق سينهار. الرسول صلى الله عليه وسلم عرف بين قريش كلهم بالأخلاق، بالأمانة، بالصدق، برجاحة العقل، برجاحة اللسان، بعفة اللسان، بعفة النفس، كلها معروف بين قريش وهو لسه ما صار نبي. عشان كده هذه الحادثة لما حصلت بينت رجاحة عقل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة سبحان الله عليه وسلم. يعني هذه الأمور كلها إنها تصير قبل البعثة تخلينا نعرف إنه حتى اللي كانوا مثلا عندهم شك أو شيء زي كده، طب شفتوا أخلاقه يعني ما هو شيء تغير فجأة عليكم ولا شيء فجأة صار فيه. طب هو ما كان يعرف عن نفس شيء، واختار رعى الغنم، هو اختار إنه الأمور هذه كلها، فهي وصلتك لما كان أنت طب تشوف. إحنا دائما بنرجع فعلا، يعني حضرتك ذكرتي هذا الموضوع، قلت إن إحنا بنرجع للشخص في الوحش، طب بنرجع كمان في الحلو. يعني إيش ماضيك؟ لا هذا الشخص أنا أثق فيه، لا هذا الشخص أنا شفته في موقف. فهذه الأمور تخلينا نقول طب كيف كانت قبل، يعني ما جات له فجأة فغيرت حياته وخلته. نعم ما جات الرسالة وهو كان إنسان في أقصى اليسار وفجأة جات الرسالة وصار في أقصى اليمين. هقول لك هذا لا هو إيش كده، هذه من عصمة الله للأنبياء. كان في سبحان الله وصول لهذا المكان. هذه القضية اللي هي بناء الكعبة. إيش اللي حصل للكعبة؟ الكعبة كانت يعني ما كان لها سقف أساسا،
لما بناها سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومع مرور الأيام ومرور الأيام ما كان لها سقف، طيب نعم. فكان ارتفاعها 9 أذرع من عهد إسماعيل يعني وإبراهيم عليهم السلام. 9 أذرع لو تشوف الذراع، لو احنا حين نقول الذراع هذا، طبعا في ناس يقول لك الذراع اللي هو ألين المرفق، والذراع اللي هو ممكن يكون الكتف، يعني متر أو يعني، فكانت 9 أمتار أو شيء، فكان طولها إيش ارتفاعها 9 أمتار، ما كان لها سقف. كان بعض ولما ينحط الذهب والهدايا، فبعض اللصوص سرقوا من السقف المفتوح، من السقف المفتوح سرقوا الكعبة. وطبعا وبعضها كان لها سقف، جزء من السقف يعني فيها كان فيها جزء من السقف وجزء ما فيها، فكان يعني تعرضت للعوادي وتعرضت لهدم وجاسيل. طبعا حادثة بناء الكعبة، الكعبة احنا قلنا أول من بناها شيث ابن آدم، نعم، لما حصل الطوفان ايش يعني اتهدمت من ضمن الطوفان اللي حصل في عهد سيدنا نوح عليه السلام، الارض كلها اغرق الارض كلها. جاء سيدنا ابراهيم عليه السلام رفع القواعد من البيت، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. فايش بنى الكعبة، كان ارتفاعها 9 أذرع، طبعا في جزء من الكعبة اصغر من الجزء الثاني. مقام إبراهيم اللي أنتم لما بتطوفوا وبتلاقوا مكان اللي هو الذهبي هذا مقام إبراهيم، وتلاقوا جوة صخرة اللي فيها إيش قدم سيدنا إبراهيم عليه السلام، هذه كانت القدم سيدنا إبراهيم عليه السلام يقف عليها، فكانت ترتفع به حتى يبني الإيش الحجارة يحطها مع بعض. لما كانوا يبنوها إيش يبنوا، لا كان عندهم طوب ولا كان عندهم شيء، كانوا يمسكوا الحجارة ويدوروا عليها الحجارة المطبطبة اللي كده، ويحطوها ويرصوها ويحطوا عليها الإيش الطين عساس إنها تجمد. طبعا كانت طريقتهم في البناء هذه، فبنى فيها الكعبة. فكان مقام إبراهيم، ليش سمي مقام إبراهيم؟ لأنه كان يطيل الوقوف هناك حتى يوزن الإيش الأركان. فبناها هناك، بنى طبعا الركن اليماني اللي هو يتجه ناحية اليمن، والحجر الأسود لما الرسول من سيدنا إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة فضل عند مكان الحجر الأسود هناك، يبغى حجارة عشان يقفل بيها الركن هنا، فأرسل سيدنا إسماعيل عليه السلام إنه يدور له يدور له على حجارة عشان يكملها فلما راح سيدنا إسماعيل فأنزلت الملائكة الحجر الأسود طيب من الجنة وأنزلته وكان أبيضا. طبعا هو يقول فسودته خطايا البشر، خطايا البشر هو طبعا يعني هو أمر معنوي إنه الخطايا هذا، لكن قد يكون مع التأكسد أو شيء سبحان الله، بس هو من الجنة. طبعا الحجر الأسود اللي أنتوا بتسلموا عليه الآن موجود، اللي موجود الآن هو مش كله الحجر الأسود، هو في عنده قطع منها حوالي 9 قطع اللي لونها عودي عنابي كده. لو طبعا ما حيمديكم توقفوا الآن عند الكعبة وتطالعوا في الحجر الأسود، والله يا دوب تبوسوا وتمشوا يعني ما يمديكم، لكن تقدروا تشوفوها في الصور، حتلاقوا إيش لو دخلتوا على جوجل وقلتوا الحجر الأسود حتشوفوا إنه في قطع منها. ليش؟ لأنه الحجر الأسود في القرامطة بعد يعني في عام تقريبا حوالي 400 وشوية الهجري، كانت لما بدأت يعني تسير الحروب وهذا، فجوا القرامطة للمكة وهم يعني فرقة من الفرق الضالة، جوا لمكة وقتلوا الحجاج في يوم النحر في يوم العيد، حتى سال الدم سبحان الله العظيم عند الكعبة يعني إلى ركب الخيول، دخلوا بالخيول على الكعبة وصار يقتل الحجاج فيها، وانتزعوا الحجر الأسود منها من الكعبة وأخذوا لفين إلى هم سووا كعبة كانت منطقتهم في الأحساء هناك أو شيء هناك، ما سووا كعبة تانية أساس إنهم يجوا ليهم، هذا كان من الضعف والتفكك اللي حصل للدول الإسلامية. وفضل حوالي تقريبا في روايات 20 سنة وفي روايات 80 سنة هناك، إلى أن قيض الله للمسلمين من يقودهم ويسترجع ويحاربهم ويسترجع الحجر الأسود. الروحة والرجعة تفتت فيها الحجر الأسود وسقطت منه قطع وضاعت منه، لما رجعوها بدأوا يعملوا لها عجينة من المسك ومن الهذا وحطوا الحجر الأسود إيش مكانه، لذلك الآن فيه فقط 7 قطع منه موجودة هي اللي تشوفوها الآن باللون العودي، ولا الباقي كله إيش تفتت وضاع من التكسير اللي راح ورجع فيها. نرجع مرة تانية لقصتنا، إنه سيدنا إبراهيم عليه السلام كيف
كيف كذا؟ طيب حنختم احنا، لكن انت بتقولي انا ابغى الحق، كنت ابغى الحقك لكن قلتي نرجع، وانا يعني فزت علي قبل كذا. يعني احنا وقفنا؟ لا احنا ختمنا كذا، يلا نطلع. طيب يلا ان شاء الله باذن الله بكره اكمل لكم الحكايه. انا عارفه ما نعرف افوز على بلا اعتدال. طيب بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده من برنامج ليلها كنهارها. استاذ اعتدال ادريس انا معكم، ناس عاد انا فاكره فين وقفنا يا جماعه. خليكم دائما على السماء في ملك كريم وانتبهوا لبعض.